لسنا سعوديين، ولكن عشنا في هذا البلد وأصبحت جزء منا، ولنا فيها أحبة وأصدقاء. أغرمتنا الظروف على ترك المملكة العربية السعودية، ولكن المملكة هي بلدنا الثاني، فمن حقنا مشاركتهم هذه الفرحة. اللهم اجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم الدين. كل عام والمملكة العربية السعودية وشعبها بخير. يسعدنا نرحب بكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية في هذا اليوم البهيج. رحب فيكم في بلدكم الثاني بين أخوانكم وبين أهلكم وربعكم وجماعتكم. يا أهلا وسهلا. قبل كل شيء صلي على الحبيب، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. يا إخوان، اليوم الصراحة أنا مرة متحمس، لأنه الصراحة أنا لي فترة بحضر اليوم الوطني السعودي السفارة، فما أعرف أحد من السفارة ولا جتني دعوة، فقلت ما أقدر أحضر. وأمس في الليل سبحان الله جتني رسالة من واحد من السفارة في السنام، قال لي السلام عليكم يا عمير، أنت حياك الله عندنا يوم الثلاثاء اليوم الوطني، احتفال اليوم الوطني. فالصراحة مرة انبسط، قلت والله إنك جيت في الوقت المناسب، أنا ودي أحضر الاحتفال، لأنه يا أخوان 3 سنوات يعني كنا بعيدين عن السعودية أولا شيء، والشيء الثاني إنه كنا بعيدين عن الاحتفال اليوم الوطني السعودي والولاسة والرقص. فاليوم خليكم معايا عشان تستمتعون معي بأجواء اليوم الوطني السعودي في بنغلاديش. وأخيرا بعد 3 سنوات يلا خليكم مع المقطع، لا تنسوا تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب عشان نقدم لكم محتوى افضل وافضل. خلنا اغير وارجع لكم. اول ما جتني الدعوة اصلا رقيت عشان انام، على طول قمت جهزت الاغراض عشان انا في الصباح ما حلقى وقت. الحين خلصت اشغالي وعلى طول رجعت الفندق وبغير ملابس وعلى طول رايح. يلا خليكم مع المقطع. اخوان كده جهزنا، حتى شماغ ما عندي لانه ما لقيت وقت اصلا. الثوب هذا جبته بالغلط تقدر تقوله، قلت ممكن احتاج الثوب فاشيله معايا، جبته معايا. والحين اول ما جتني الدعوه رايح. والشيء الثاني احنا ما عندنا وقت، والوقت جدا قصير. الحين الحضور الساعه 7 والاحتفال الساعه 8، فباقي نص ساعه انا منتظر واحد من العيال يجيني وبعد كده نروح مع بعض. يلا خلوكم. اوكي ذا خلاص جاهزين، بسم الله نتوكل على الله. بس طلبنا اوبر، خلي الاوبر يجي. الاوبر وصل. اوبر تقاشتنا. السلام عليكم. الحمد لله، كيف حالك؟ طيب. يلا بسم الله توكلنا على الله يا اخوان. ايش الحظ اللي معانا، فجاه انطفى المكيف مو راضي يشتغل. يا الله حران والله العظيم. ما اعرف نحس، هذا المنحوس جاي معاي. ايوه الحمد لله اشتغل، الحمد لله. ذكرتني والله الحمد لله اشتغل، اللهم لك الحمد. يلا بسم الله توكلنا على الله، لا حول ولا قوه الا بالله. والله يا اخوان قاعد احس الصراحه بشعور غريب، بعد 3 سنوات بحضر احتفال اليوم الوطني السعودي، او 2 سنين اعتقد. شوفوا باقي 15 دقيقه ويبدا الحفل واحنا متعلقين في الزحمه. يا الله ايش نسوي ما نعرف. يلا يا محمد لك عابي. يلا كعابي كعابي والله. بس شوية بعيد احنا عارفين حننعدم. ما ينفع كذا خان على المكيف. ايه انا الحمد لله وصلنا. شوفوا المملكة العربية السعودية، هذا هو السفارة السعودية. ما دخلنا يا اخوان قابلنا الاحباب. هذا والله صراحة صدمني. اول ما شافنا قال لنا ما ندخل ما ادري ايش. كيف الحال، اخبار طيبين؟ بشرني عنك. حياك الله يا حبيبي، الله يسعدك الله يبقيك. يا اخوان يا سلام. يا الله دخلنا وقابلنا الشيوخ، الشيخ خالد الله يبقيك، والشيخ محمد والله اصفرت وانورت يا شيخ. هذا الضيافة اللي فقدناه لنا 3 سنوات أو 2 سنين. الله يسعدكم والله، مرة لن تخرجوا من خلاص. الله يسعدكم والله ما قصرتوا، والله يبقيكم. أمشي في الدك هنا يا اخوان. يا سلام الدك هنا صح؟ يا سلام يعجبني الدك
لك هنا. شاركنا ما ندخل معاكم ودي اجلس معاكم. ما خططكم المستقبليه شنو عندكم؟ والله خططنا المستقبليه ان شاء الله نعطيك اياه. خلينا نخلص الحفل ونجلس معاك نعطيك وان شاء الله بكره نعطيك كل وقتنا باذن الله. بكره احنا موجودين. انت تقول حلوه بس ما طلعت انا كلها هنا. خلاص بكره تبشر والله بكره او نخلص الحفل بكره باذن الله. اكيد اكيد هذا 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 معايا 24 ساعه. هذا من عيني ذي قبل من تحت عيني عاد المره والله العظيم. وان شاء الله باذن الرحمن. نزل ما يعرف وين الله حاطه. عندكم هنا لبنية واشياء. يا سلام هل كلها اكلات بوفيه مفتوح. كل اللي يعجبك يا حبيبي. ها يا حنظلة انه هذا لبن اللبن المراعي اللي نعرفه. اللبن المراعي اللي نعرفه. والله صراحة نفسي والله نفسي يا واد. جواد قاعد يفوت علينا الحفل ولا شو السالفه؟ سامع صوتها؟ اوه بدأت الحفل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Audio video presentation on Saudi Arabia. إحنا شعب طريقتنا سعودية في كل اللي نسويه. بسيطين بأريحية. مترابطين ووحدتنا قوية. لنا القيادة. الحكمة والسيادة. الرؤية والريادة. لنا في التحديات فرص وفي المستحيلات واقع. نتقدم ووجهتنا أمام. لنا أسلوبنا في الإبداع في الابتكار. وناخذ العادي للبعد غير اعتيادي. لنا السماء نرسم عليها حدود أحلامنا ونعتلي سحبها بطموحاتنا ونحلق لنجومها برحلة ما تنتهي. لنا بصمتنا في أصالة الضيافة في تعزيز الثقافة في تفاصيل الأناقة في إثارة المغامرة في جمال الفنون في متعة الترفيه. في السعودية لنا جميع. Essa Yusuf Essa Al Dahlan, the ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia, with his welcome speech. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Chief Guest, His Excellency, Mr. Salman Fazl Rahman, MP, Private Industry and Investment Advisor to the Honorable Prime Minister. His Excellency, Mr. MD Shahar Ali. Thank you, Your Excellency, for your kind remarks. Ladies and gentlemen, the deep roots that tie the diplomatic relationship between Bangladesh and Saudi Arabia has strengthened over time.
Over 2.8 billion Bangladeshis live in Saudi Arabia. Our trade and commerce have only broadened its horizon over the time. Now I would like to request on stage our special guest of honor, our Honorable State Minister for Foreign Affairs, His Excellency Mr. Shahryar Alam MP. An investment advisor to the Honorable Prime Minister and today's chief guest, His Excellency Mr. Isa Yusuf Isa Al Duhailan, Ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia in Bangladesh. My colleague in the cabinet, Excellency Ambassadors, we have high government officials, citizens from different countries, هذا الدرون ولا هليكوبتر الصوت عالي والله رهيب الدرون بس بعرف يطلع التصوير رهيب شوف 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 اخوان برا في شاورما احد يبغى شاورما يطلب له من هنا وزعوا مصاحف مجانية اعتقد والله شوفوا ما شاء الله قاعدين يوزعوا مصاحب مجانية الله يجزاهم خير الله يكتب أجرهم هنا كل مكان أكل هنا أكل وهناك أكل وهناك أكل كل مكان أكل خذ اللي يعجبك والله يا شيخ خالد ما قصر الله يعطيك العافية والله ما قصر بالعكس انتوا كرمتوني وتفضلتوا علي جيتكم والله حبيبي والله الله يكرمك وان شاء الله نصدركم اجمل 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 ان شاء الله اخوان الحين وقت العشاء صح الحين وقت الشط وقت الشط يا اخوان اخوان يا اخوان شوفوا يا سلام بعلمهم بنغالي تمام انت ايش تعلمت وش قلت لي كيف حالك كوموناتشو اقوله بصوت عالي عشان كوموناتشو ايه كوموناتشو مو كانك تقول راب تقول كوموناتشو عشان تقول عشان اوري اخواني عشان المشهور اقول لهم لا تقول فين رايح كيف تقولها كوتاياتسو شاري وهذه وين كوتاياتسو ايوه تعجبني يا شيخ امانة السامري بدت Oh,
عمان والله كان الاجواء رهيب. وتعرفنا على الحبايب هذولا ما شاء الله تبارك الله. بعد بضيف انا صوتيه ما عليك انت ارقص. يلا الله يسعدهم يا شيخ. شعب ما في احلى منه اقسم بالله يا اخوان. مو مجامله كان من افضل الايام بل افضل يوم في حياتي من قراني صراحه رهيب. حسيت اني بالسعوديه والله العظيم. يعني لا الناس اللي تفرق بيننا هنا ولا شيء يا عم. كلنا سعوديين كلنا منهم من حبيب والله يا شيخ. عليكم كلكم ما تزعل. لا بس ما يا والله حبيبي ما قصرت. جاء قدم لنا ورد يا اخوان. جايبين حاشيه. جايب الحاشيه هذا كذا طالعين. بسم الله توكلنا على الله. يلا الحمد لله. كيف كان بالله يا شيخ؟ والله متعة. ما في ما لا تقول لي متعة. لا تتكلم عن المتعة وانت ما جيت هنا. والله كذا يا لا والله انا الحين اشوف مخي بكمل اهو. مرة كان الوقت قصير واشواك كمان كان ناقصني. اخوان في واحد سوى فينا حركة مقلب. والله هذا أنا مستحيل أنسى هذه الحركة مرة. جينا دخلنا كذا يقول لي أنتوا الاثنين مستحيل تدخلون. وربي هذا إحنا الاثنين إحنا طلعنا في كذا وإيش في جلال. أنا على الرقم الواحد من الحياة إيش كنت مستحي. بعدين قال لي لا لا والله أمزح معاكم. يا واد مشاها علينا وربي والله اللي استحيت. وبعدين قال له والله ما عليك قاعد امزح معاكم. ادخل ادخل حياكم مدري ايه. وهذه الحركه مستحيل والله مستحيل اخوان. كذا صراحه يوم كان جدا ممتع. الحين راجعين البيت فانا الحين فيني طاقه ودي ارقص. انا ما قدرت ارقص لان ما معي شماغ ولا عقال. فكنت مستحي اطلع قدام ارقص كذا وانا شعري كذا كدش ايش كذا. لكن بطلع حرتي هنا في السياره كذا وبطلع الطاقه كلها بشغل لكم موري. انا كذا وصلنا البيت. ايش لا تنسى لايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. اهم شيء صلوا على النبي. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صل على الحبيب قلبك يطيب عليه افضل الصلاه والسلام. يلا اشوفكم في مقطع جاي.